المشاهدين الكرام هنا التليكات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا في إطار برنامجنا، برنامج ينفاني ينفك، برنامج الثقافي، فده كمان الجزء رقم 7. فنذكر المشاهدين دايما البرنامج كمان قاعدين بتلقوا مع الزميل بشر الشليكي، فحتى الآن يعني ما شايف بشر الشليكي، إذا كان جاء نسوي البرنامج، فإلا كان ما جاء كذلك أنا توالي بس نواصل معكم البرنامج. أي أنا جاي ينفك ينفني ينفك. أنا جاي كل المشاهدين على التليكات قاعدين بيتابعوا معنا. أهلا خلاص. وسهلا ومرحبا يا بشر جليكي. ألو السلام ورحمة الله. يا سلام. أنا ربط خلا ما يتدي ألوم جيل لنا بخنا. هاي أسكو ساقط. شكرا المشاهدين ومشاهدات الأكرام، دايما نحن كمان قاعدين في برنامجنا، برنامج ينفاني ينفك. بس اولا باولا نقول السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. في برنامجنا هنا اليوم ينفاني ينفك عندنا مواضيع كثير دايرين نهجوا فوقها. ده كان سيء. الموضوع الاول دايرين نهجوا فوقها مساله انت الاوين. لانني بعد من الاوين سي شيء بيسووه في البيت ما في بدون الاكل ده بيسووا اشياء وادين بتلقاهم ده وادين ده بل ابو نشيل خشمك. ايوه شد خشمك. ايوه انت تقلو هو نعم اسك لك سيده نعم مركه انت مركده. ايوه ما نوري خنا ما قبل ولا امشي ترى خنا ما يتك ده خليه بعدين قبل نشوفك خلاص هو ده جيت فوق نوري لي برنامج جد. الله خلي برنامج جد ده. ايوه شفت اوين وارين ده. نعم في النظام السيسي اول ده مره بس كان انت ما فيك بيت مرتك فضل ده ما عندي خدمه ولا زي خدمه اثنين ولا ثلاثه. ايوه اكل انا ملاها ناس خمام دول عيال دول ده ما هم بس يوكبه. تمام انا اول دول ده كمواصل لجود هلاس دول ده لغو جي الفي ابلكاسيون على التليفون دي. نعم ايوه انت فوق 6 ده هوي فجر 6 نعم كريتيك اشي 1 2 3 مرض قال علم انجلي. ايوه انا جيت بيت ده نعم كان سالت مدام يس قال ما انا بروس بيتي يس ها اخذت خلاصوا يس ايه دبل مو المرق من خشم 1 2 3 كما عيالتك انا كمل لي يس كمان انا قلت له الانجليزي هناك اللي جيت وين يا دنيا يا زمان ها ها ودك كيك. ايوه يوم واحد انا كي جيت نعم جيت اللي جيت قال لابو سكسي قلت والله التليفون ده انفجر. نعم قمت يلا قال لي يلا قال قمت قلت له آه سيك خلاص اكل دي جاهز فضل ملي انا ما لازم نسيت ما سبيت ترى امشي سوق وجيب لي ناكل. ايوه قال لي يس قلت له ده ما سكس بس علمك. ايوه انا كنت عارف الكلام اللي بنوري بالانجليزي وايد. نعم جيت اشي هكا قلت لها مدام كيف خبر شنو الفرج دي شي انا نومي مفرج بها. نعم قال لها بس سكسي نفرج هسه بس قلت سي اجل اجل قبال انا نوم سواني. قال لي يس بس انا كله قلت لها اسمع ما تفرج خلي. ايوه 1 2 3 4 6 تلقتك. ايوه انا جمعت يا سلام وما 6 بس في 6 6 بس ما 1 2 3 4 6 بس. نعم انا قلت دق وصلت 6 وقلت ما تعلق لان يعني ده ذاته كله عباره عن وصيه لبعد من الاوين بعد من الاوين حتى بدون ال 6 شيف الافلام الواحد دي يعني اذا كان بس كان شافه ده الواد اللي هدي بتخلي اكلها يعني يهرك يهرك دين يهرك. اسم شنو نادلي اسم شنو سبانه من الهرد. ايوه بس اليهرك يهرك الله يخليك اسم مريق افن. نعم ها يقوم تخان ازرق تلوم فده مشكله جيران كل يوم يعيرون في اطار برنامجنا ينفاني ينفك. نتمنى كمان كل الاوين الحاليين قاعدين بيتابعوا معنا ده أيه. عشان يعني بدو اهميه لراجل يوه. ما دام تبدو اهميه بس للمسلسلات زي الوان كله كان قاعد يتابعوا بزياده ده. ايوه الراجل هنا ما يرسبكتي يشوف شي شي بس أيوة. نص خليه يشوف انت ليش عدل. تمام ان شاء الله. فلا في الموضوع الثاني كمان نهجه في احترام هنا المرأة. هل المرأة تدي احترام للراجل او الراجل بدي احترام للمرأة ولا إذا او كمان في خنا ما يتدي. ايوه هلفت لك. ايوه او الوالدين ما ينتو احترام للراجل. انا كيف كيف ممكن ده والرجال الوالدين كل ما ينتو احترام للمرأة. ايوه هما احترام ده ما بفرنسيكا يقول ريسيبروك. ريسيبروك نعم. دا ينتي اهو دا هو اللي ينتي اهو. هو هنام ده وارين ده ما يجيب. شوف ده كيف؟ نعم. راجل ده مرض ما يجي اسم التفسير، تفسير أيوة. اوروبي كلام انا خران. هاد جلو فوق كي راجل اللي كان تتوي ده جنه ديريكت. راجل اللي كان سيلو شغل انت ده خلاص ما جنه لا موت ده قال لي دور. هذا كي كله ورا لهم سو سو. ايوه. مرض جات بيت ده. نعم.
خالك انا راجل لك ما مخسل تخسل له. ايوه ما رابسي ترابسي يا سلام كربات انا كل علمت ربيت الكربات. أيوة. مركوب دي سراج كنت دقه مرت قاعد تخدم الراجل هذا راجل يقول من اجب انت مدام ايه المجد اللي جيت وين هو فكرك دي جبت من وين فكرك سمن تمام اكل كل كانت تاكل ماجي ولا ما ناكل سبان خليت تاكل ملي ولا شتي تاكل ويلو بالليمون ولا تاكل بالشغل تبرد سير راجل هذا كان حلو. ايوه خلاص يوم وايد قام قايك بس قام قال مرتي مدام تالي جات اسمع كلام اخر ما نور لك. نعم انا في الدنيا كي جنة انا انتيتك هني انا يا سلام فضل يا الله. ايوه راجل ما كان تجنة لمرتي. نعم. كان خدم الوادين قال في الدنيا كان جنة لك انتيتك كان ما صدقت دا كنا هلف لك خرن تمام بق. ايوه مين هلف لك خرن قام قرب خشم بس ما هلف لك خرن اقول من اورا لا خلص مره دي ماشي اورا تصرفكانا راجل هلف خرن شنو منار بروكانا قال خلاص انت شلتي بريمير خلاص بيت. ايوه شنو يقول كان دوري سي. نعم تنتم قال ما يبري شنو يقول خلاص حرام خلاص. ايوه انت على كيفك ما راجل وانت جن اللي مره يا سلام هايك اللي قالت اوكازيون دي فلانجي فوق شنو خلاص مره مدام اكل قايوه اكل ما سويت هلا انا جلدي ما له لي اكلانك واسا خلاني شيء كان قال نجمل نفسي على خطر انا جاي عندكم. أيوة. شيل 40 شيل خليهم يجيبوا لك ما في خشم ما قصر. ملشي كيف فضل على سوق بقار برمودا. ايوه برمودا وين عيالات يجيبوا لك حي خلفي وسخان دور نمشي خدمة يا انت يا راجل خسر لك يا راجل وين يعرفوا خسر يا اسرف امك كيف يمر. نعم حي انت مر اول زمان كيف وهذا كيف انت يا الف خران خلاص انا سي عندي فرقه. ايوه اش ما ندري ما شاء الله غلب مين حلف خلاص خلاص هو الراجل دقايق شغل سماير. ايوه دق راسه وكله قال لك شغل فاتا راجل ما اسمه شنو اسمه بني ادم ما بهيمد. نعم ما شغل فارقه ما كم مسوي الله يخليك شغل فارقه بني ادم ما بهيمد ما إلي إلين بس. نعم راجل دقايق يفكر كي قال انت مرة كلام انا هلف خرنت بس يا قاي تايبين كده ولا. نعم مر ما تمشي ودر كل نفوت. أيوة. فاتت هي تبس وقر مش ذاك. ايوه اوكي قايك بس يوم واحد هو قايك في الرايق قاعد تسي اكل قاعد تسي ماما ايش قاعد تسي بي اسمه شنو بيقرد قاعد سي لو 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 بقايك بس قم قد هو راجل لقاي خفرات قد قد سامين سامين ده قد يدور يجري سي قل قد مرة قال انت شنو راجل لقلم سويته قق بهارد قاعد بس قال اه خران بس كسرت اه خران بس الاول لا الاول نرى بس كسرت خلاص كسر خفلت. نعم بس مرة قال اسبت انا خدمك مش انا اول لا يا سلام يا سلام بس انت خدميني مش انا اول يا سلام هي انا قادمك بس. أيوة. هاي امشي غرباسي خليك فرتك فرتك دير فاسي امشي كيلك دار القران يكسرك كيف ايه خفلا يا فني يا فني يا فني فعلى كل حال خلينا عوين الله خلينا قاعدين بيشاوروا التليجات دبسو خلي كمان ان شاء الله اذا كان الراجل ده كان قال لك شغل تسي ممكن تسي يكون افضل داخل انت مره بس كان ما تدي تاقه لراجل كده وين جنة ما يكلف الامر ذاته كلها تلقى مشكله. اه الموضوع الثالث كمان يعني بعد من الناس حل يجب كي عشان يعني المسلسلات اذا كان انت بس قاعد في بيت ما مرتك وما عيالك تقدر تشوف هيا خلي منك انت قص واقعي تمام شوف التيلي ما عيالك ما اوينك ده. ايوه ذاك بتاتا ان تردي. نعم عشان تيلي ده ما تعرف شغل قاعد يجيب في تيلي شغل انا ادب فيه. نعم شغل انا ما عندي ادب كل قاعد وتيلي ما لما أيوة. هو قاعد يخد برنامج بس. نعم وانت يا برنامج الداء امشوا عيالك امشوا بوبيت وناكم داخل تمام انتوا يا رجال شوفوا فيليب انا كرتون وناكم داخل انتوا الرجال دول ما مرتك شوفوا قولوا شوفوا. ايوه راجل اللي عنده مشاكل شيك ما مرت اول قاعد يشوفوا سوا. نعم يوم الصباح يا اللي داخلك هو قاعد يشوف في التيلي خلاص مرة الدور تقول له كلام مر مالي قال لما قال انت قاعد تشوف شنو؟ قال قاعد نشوف هندو. نعم هو هندو قال ها اوكي بس شيك مرة جا قاعد جنبك قال كان يشوف معك هندو هناك ده قاعد يشوف هندو كي بس الراجل ده سوا كي شوف كي هو 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 أيوة هو هو بس قام مرت قام هو هو شيف الرجال يا أخي شيف سماء الرجال. أيوة ده ما أنا ما أدوك. أيوة ده ما أنا ما أدوك. آه أنا ما أدوك أنا ما أدوك ده أنا ما أدوك شيف سماء الرجال يا أيوة بس وقال قال ها سي ده قول لسه ما شفتها وينهم كم مرة قول زيادة بنا يا بني يا بني أنا ما أدوك سي كونتر كونتر أيوة سبلا أنا قول سبيت له الله يخليك ما شفتي وينهم قال وينهم جود زيادة بنا الله شيف لك أوين يا فده يعني نفس بشيك مرة بسوفة سواتك شيف لك سوفة أنا حلال
ولا عند بيرك فيلو بول ايوه بس قال يا سيدي تيلي راك ده نعم قال مالك كلامك مركي اي خلاص نقول ولا انا نشوف ولا انت كويس لا بس قالت له تيلي قرمج تمام هو نفس الموضوع ده لان يعني أيه. فيها واحد آه آه. فيها واحد كمان ان شاء الله يعني اذا كان عنده مشكله بس أيه. مع مرته آه آه. يعني هو راقد وشاف الطياره آه آه. الطياره ماشيه بفوق هاي تقول ما قرب قريب انا فرانا ايوه تيار ماسي بفوق بس مرد كلام التوري ما تعرف بس قرات الراجل قال كي لانهم اول كي هرجوا كفر هرجوا انهم مشاكل صغير كده تمام ايوه وبقى جاي شفت لي خبن خبط دير ايوه فكت لي وقاي شفت بس مرد قال هم شافت تيار واحد ماشي فوق نعم. الله اكبر ايوه شوف الرجال السعودي فاتوا الله اكبر نعم. ماشيين عمره في رمضان ده رجال فاتوا وقام قال ها رجال سيئة ابناك ولا في قايف في لبو قايف في بيتي هناك كلام ده كمل قال ما يندب ابوك ما تاير ابو بلا فالمشاهدين الاكرام تيليشات وشاكه برنامج يا ينفاني ينفاك انتم دائما قاعدين في اطار برنامجنا برنامج اليومي برنامج ينفاني ينفاك بشر تشليكي نعم الموضوع الاخر كمان في بعض من الاوين لان اليوم ده اتركزنا كثير للاوين هسه بس بعد من الاوين أيه. اذا كان الراجل بهج لا هي تننن ايا ننننن ايوه قصة نوقاي الله يخليك اي دج ده البيت ورا ده تم الراجل اي تم الراجل شفت ايوه انا مره داوم شفت مره دي نعم كلامك كثير نعم هل يوم ما تعرف انا الاخرين قبل ما تهرج ما جارتهم دي ايوه جارتهم دي تارين ده اخوتها وادي سبا ذاتك بلجم نعم طب برد مش انا مو انت وتنا أيوة. اخر كل فوق تمام ام ثلاثه كل داب هي وايد بس ايوه بالجب خلاص مرضي يوم ما كلام تاس ما تاس تاستي ما تاستي انا تاستي قديت بقول لهم وي مرضي جارين انا قال شو ببيت نعم والله كذبناك انا والله بشيك جاي او ما يرقي كده بس اخوتها الرفيق القرقيته رجعت من سوق درب شنو شغلكم نعم قال انا كان اول مره ما هي دي اثنين بتجرتي بشهاده تاستي قال لنا أيوة. قال انت امشي نق لزتها لمرضي جواب قلت شنو وقلت شنو ما كان هاجي كلام تاستي انقريا تاس انا كيف ما في جرف وجه مكان نعم تقول كان خلوك تنقل واسب انه كبس كنك فوق والله يا القرقتي ايوه نق فوق يا اسب بس يا من تب 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 لا مجلد مار ايوه حسب انك فوق كده والله اسب فوق عشان كنا نقل نسيب قال انا والله نقل ماك انت قبس انا كان هاجي باي دواس انا هي انت بيدك كيف ايوه والله نعم انا نلم ما بس ترى دور تخلي دواس انا ما كتر نلم بس كان ما تقول انا لكن ما عدت نلم على ماشي بس انت اي انا كان ماشي ما تنقل نقل حسن نقل نقل ايوه انا ما كان هاجي بنفسي بس ماشي بيتي ايوه فات الدغله في هوشه قبل نن 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 كما عجبك في الهوشه نن 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 شافت كيف نن 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 كان يا قال قاعد يقول نعم يوم فاني يوم فاني مرك شنو ايوه قال ده يوم فاني يوم فاني يوم فاني يوم كان سي ما كان دور سي مشكله الله يخليك سي ما قدرك سي ما قدرك ما فاتك مش كلامك مفتل انا يا رماك يقعد فوق كيك دق دق دفنك وتبل فوق تمام في اطار برنامجنا يوم فاني يوم فاني بذات في الاسبوت الابيزود رقم 7 صحيح السلام في الابيزود رقم 7 باقي لنا بس يعني اخر موضوع ايه الموضوع اللي حصل الاخير ده كمان يعني بنهجه كذلك في مشكلة هنا الأوين أيه. أيه. لأن بعد من الأوين ده الاهترام رجال ما بدهم ده سي بريمير بريمير أها والثاني حتى الراجل ذاته كله ما بدي اهترام لمرته والمرة كلها ما تنتي اهترام لمرته ده ما قلنا الاهترام ده الريسبروك يا تقول يهترم نفسي يفسد فلا عشير كان سويته أنت مع مرتك يمرق برا هيا اشيرك هل الراجل بس بمرقه ولا اشيرك حسك اشيرك أيوة. حسك ما في البول هيلين ايوه انت كان بقيت نادم عندك اشير مرتك ما عندك اشير نعم وقبال ما نوري اشير ما نوري انا خنا ما ايوه ايوه خنا ما يتك انا ما يدا ايوه انا سم فوقي وانا شوف السخيرك سم فوقي اسم نعم قال انت سم فوقي اسم علي تو وليدك سم علي تو نعم يدور يشوف جست ثاني ايوه انا قلت اول نشي له خمامين يما يما دول مشروبات ده أيوة. شفت كم مشروبات ده ما يشاب نعم يجيب له دم اخر ايوه دم ده نعم ما جيت فتش كده اللي لقيته ده بس صغير ده وده اللي لقيته قبل شفت ده اي اي شفته اه لقيته ده بلا ربك اي قال بين قال بين يشوفك في تاريخ ايوه ده ده دخل ما كبير ولا صغير خلي كل يشوفك نعم طب انت قال بين طب اه فكن يو هل شفته نعم تعال انت اقعد في سيسيرو اه شفت خرمايده نعم انا سويت شواني سويت شواني خرمايده ما نعرفه اللي بعدين يورد دور كفش قدرك ايوه هو يدور انا ده اللي لقيته له مال ده بس نعم هل
ليه ما استمعين على قاعد يشوفون المشاهدين القاعدين بيتابعوا كانوا ما يدري تم انا بالتالي يشوفوكم تنغالي تم انا يسودوا اسم ولا ما تم والله ما تم ايوه دخل واحد نعم وهو علم قاعد شفت انا جدا انا اقول ما بوليس ما شغل فرقان الا انسين ايوه ايوه علم ده انا اقول جدا جد جاهز جاهز يا سلام اذا نقول بلي بري نعم دوك انا اشير الله العوني مرقو ما يمرقو ده ايوه عنين عندنا شغل واحد بشش اه عندنا شغل واحد فيه نعم نص ما نتمولوا في البرنامج الجاي ده ايوه ولا شنو نص ما نسبولوا في البرنامج الجاي في الابيزود الابيزود الجاي رقم 8 ده المشاهدين ومشاهدات الاكرام هنا تيليكات بدا خلاص يختم الحلقه رقم 7 اي 6 ما ابيزود في اطار برنامجنا ينفاني ينفك فنشكر كمان كل المشاهدين هنا تيليكات كان تابوا معنا من مختلف الاراضي الوطنيه التشاديه او كمان تابوا معنا كمان من دول اخرى بر وقاعدين كمان بتابوا تيليكات كاميرون دول الله يخليك سانتر افريك فلا من فرنسا فلا فنتمنى كمان ان تقضوا احلى فتره مع باقي برامج هنا تيليكات متابعه سعيده شكرا يا اخي وخنا ما يدك تعال تعال نمشي انا خلاص متابعه سعيده ايوه علينا نفوتوا نمشي نودوا ايوه وبعدها كمان تقول انا نمشي نودي ام تكون تكون عارف بني عارف بكام مرجين ايوه